رئيس الوزراء كحجان كدلك مهدي محمد جوليت قدر وكسوغان دلك أوغاندا أيا بوقضي سفارة الصومالية أي دلكاسي مهدي جوليت أيا كرميري قيبها كالدواني سفارة يضو كوه لنيان وزير دي هرأي أرمها ديبت الصومالي حلبانو إيا مسؤوليين كلاي سيهاياها سفير كسفارة الصومالية أوغاندا علي محمد محمود أيا بوقشاد رئيس الوزراء كحجان ككور بحيي وحا مانتا نوصو بوقضي سفارة الصومالية دلك يوغاندا رئيس الوزراء كحينك جمهورية فدرالك الصومالية مدن مهدي محمد جوليت قدر يوفدي أو هجامين أي كجرا حلبانو سنة ترى وزير يدو كمد هاد وزير كي هرى مهدي بدا هادنا رئيس الوزراء كحينك قرنك مروفوزي يوسف حاج آدم وحن وفدي أو جوار بحنا حالات دقودة الصومالية كنا نضل كان يوغاندا iyo sida ay u habsameeday la u shaqeysay safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxaan warbixin dheer ka siinay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa shaqooyinka jaaliyada Soomaaliyeed oo qabta safaaradda iyo xaaladda guud ee waddankan sidoo kale waxaan ra'iisul wasaaraha uga warbixinay xiriirka labada waddan oo runtii aad u wanaagsan Soomaaliya iyo Uganda ra'iisul wasaaruhu waxaan kaloon martay si kooban aan uga warranay muddada dheereed ee safaaradda ay shaqeynaysay مرحلة دي كلا دواناية سوى مرتي سيغو سوى اندين دي قيبتا اركيفية دا دوكومينتيو مهيمة ورنتي كبت بادي حلقي دولة لانتو اي داعدي دوكومينتيو سوى ديبوغو سوى لابتا قعانتا سوى ماليات اي نبت بادي سي هواني سوى ماليات هون رزولو زاراها كلا دردارانا اي دولة دا سوى ماليات اي كوارغب تحالة دي دا رنتي دوكومينتيو آدو مهيمة ايام ايشها سوكو ارك رزولو زاروه وحو كلاو كم هاد علي هولوذي نظر سفارة دي سيدة واناكسنة شغادو هايان علي ماجد عبد الرحمن ماجد ديره راضي اي تلفشن كسيتي مقدشو